بكم طبعا بدايه. شكرا جزيلا. عرفت عنيتوا طريق السفر، ولكن اليوم احنا عندنا نلتقي لكي نستذكر تجربه اليمه، عمليه تحدي للمجتمع وللتاريخ اليزيدي. مررت بظروف صعبه كما مر بعض العراقيين وكل العراقيين في الماضي والحاضر، لكن تجربتكم بها وجع وبها الم. كيفيه تحويل هذه التجربه الى مشروع نستذكر به آلامنا حتى لا يتكرر بالمستقبل، اعتقد اليزيديين في العراق قدموا الكثير من التضحيات. يوم 3 آب يوم مشؤوم، مرينا بكلتنا بظروف صعبة، وهذا البلد هو بلدكم حقيقة، بلد أجدادكم، وهذه الهوية يجب نحافظ عليها ونحميها، ومن نسمح من حاول طمس أو محي هذه الهوية تحت عنوان الاختلافات أو التنوع، يجب أن نسمح لأحد أن يمسح أو يمحي هوية أي عراقي كان من يكون. داعش لا تمثل الإسلام، وإنما هي مجموعة إجرامية اعتدت على كل العراقيين، ومن ضمنها قراكم ومناطقكم. لهالسبب أعتقد يجب أن نعمل سوية على استحضار هذه الذاكرة حتى جاء المستقبل يتذكروها ويحمون هويتهم. فأعتقد تجربتنا مع قرية كوجو يجب أن نحولها إلى مشروع حي للذاكرة، متحف للذاكرة، لكي لا يتكرر ما حصل. حقوق اليزيديين بهذا الوطن هم حالهم حال كل عراقيين، هذا بلدكم. التنوع هو عنصر قوة مو عنصر ضعف، هناك من يحاول عنصر التنوع حول عنصر ضعف، يجب نتعاون سوية أن نمنع من أي شخص يحاول مصادرة هوية أي شخص مهما يكون انتمائه. يجب أن نعمل سوية على البحث عن جميع المغيبين المخطوفين كانوا من اليزيديين وغير اليزيديين. في السابق كان هناك جهد عراقي، يجب أن نحول جهد عراقي دولي للبحث عن باقي المخطوفات من خواتنا من بناتنا، لكي إنصاف وإعادة اللحمة لهذه العوائل. أرجع أقول تجربتكم تجربة كانت قاسية. 3 آب يوم بدء عملية التطهير الداعشي ضد اليزيديين يجب تحول اليوم في الذاكرة العراقية والذاكرة الإنسانية لكي لا تكرر. نعم نحن قد نتسامح في بعض التصرفات، ولكن العدالة يجب أن تأخذ مجراها في كل مكان. أعرف عرضت كلكم إلى أوجاع وآلام، لكن كيفية تحول هذه الأوجاع والآلام إلى عنصر أمل للمستقبل؟ مرة ثانية أرحب بكم، وهذا البلد بلدكم. أرجع أكرر، يجب التأكيد على أهمية البقاء بهذا البلد وتذليل كل العقبات لاستعادة مناطق اليزيديين دورها الطبيعي في العراق. يجب أن تستعيد دورها الطبيعي. أعرف أكو مشاكل في سنجار ومشاكل في بعض المناطق، أنا جاد في عملية إيجاد حل حقيقي لقصة قائم مقام سنجار اللي اليوم رمزية بها، إيجاد حل لموضوع الخدمات، وأبناء اليزيديين يجب هم يدافع عن مناطقهم اليوم. كل شعوب العالم تتعرض بتاريخها إلى ظروف صعبة ومأساة، ولكن يجب شلون نحول هذه الظروف الصعبة والمأساة إلى مشروع عمل للمستقبل. خاطر أطفالنا مثل هذه الطفلة، أولادنا، عندنا فرصة. البسمة يجب أن تكون هي الرائدة بحياتنا، ونحول الحزن إلى باقة أمل المستقبل. مرة ثانية أرحب بكم.
وأنا سأستمع إلى بعض ملاحظات خدمتكم. شكرا جزيلا دولة رئيس الوزراء. بالبداية نهنيك بعيد الأضحى المبارك، ونهني الشعب العراقي جميعا على هذا العيد. واليوم يوم 3/8 هي يوم بالنسبة لنا وللعراق يوم المشؤوم، ويوم 3 آب نعتبرها سقوط وانعدام الإنسانية اللي حلت علينا واللي حلت على العراق. نحن فخورين بلقاء سيد رئيس الوزراء وكوكبة من المظلومين الناجيات والناجين من المجازر الجماعية في كوتشو وفي سنجار عامة. أولاً من بخير هاتفون. مرحباً بكم. بس قالك كيف خوش من هكا أسعدني يعني بس سيد الرئيس. أنا فرحان بجيتي لسيادة رئيس الوزراء. بكت الشهر سال هذا يعني تشتد لي ما دام في أمن يعني سيد الرئيس رابيشن كرئيس وزراء يعني رئيس وزراء عراقي هم وكيف. صار لنا 6 سنوات يعني هاي فرصة نجي نحكي قسماتنا سيد رئيس الوزراء. يعني في كذا شهر سال هذا هي طبعا هسه 1000 ESD بتريجر في ده سيد عرشته. منذ 6 سنوات لحد الآن ما يزال أكثر من 3000 يزيدية ويزيدي مفقودين بيد تنظيم داعش الإرهابي. بالنسبة للمخطوطات أنا ذكرت قبل شوي أنه راح نقوم بجهد وطني عراقي وجهد دولي مشترك للبحث عن المخطوطات في كل مكان. هل بنتيجة بناتنا خواتنا جبنا نستعيد حريتنا. الحكومة الاتحادية هي المسؤولة عن حقوقهم فيما يخص التعويضات، فيما يخص إعادة الاعتبار لهذه المناطق وإعادة إحيائها. إحنا 3 آب يجب أن يكون يوم للذاكرة اليزيدية كي لا ننسى. هذا العبارة، هذا الشعار يجب أن يكون عنوان كي لا ننسى، كي لا يتكرر. الهدف من الذاكرة هو مو روح الانتقام، وإنما روح أنه هذه الذاكرة تمنع تكرار خطأ مرة ثانية. نعم قد نتسامح، ولكن العدالة يجب أن تأخذ حقها مثل ما ذكرت الأخوة أشواق. يجب إنصاف الضحايا، الضحايا إنصافهم أن العدالة تستعيد حقوقهم. مرة ثانية أقول عندنا مستقبل، عندنا أبناء، خلينا نفكر بالمستقبل كيف نطلع من هذه التجربة الأليمة بذاكرة نحمي أطفالنا من المستقبل. اللي يجب أن نبحث ليش اللي حصل، لماذا الذي حصل. الأخطاء، سوء الإدارة، أرجع أقول بقيادة البلد أنتجت هذه الفوضى. يجب أن يتحمل المسؤولية من أسس لهذا الخطأ ولهذه الفوضى. وكذلك المجرمين يجب أن يلاحقوا في كل مكان. مرة ثانية أشكركم لمجيكم، أتمنى لكم كل التوفيق. ساعدونا في قضية حل قضية سنجار، أعرفك تعقيدات فيها كثيرة دخل فيها جانب السياسي وجانب أخرى. يجب تدليل هذه العقبة بتعاونكم. إحنا كحكومة اتحادية جاهزين لبناء مستقبل لهذه الطفلة وليبنانا. هويتكم يجب أن تكون رمز للحماية حتى الآخرين في هذا البلد، شركائنا في البلد يحسون أنهم شركاء حقيقيين بغض النظر عن حجم هذا المكون أو صغره، ما له علاقة. بالنتيجة المكون موجود، يجب أن توفر الحماية المطلقة. مرة ثانية أشكركم جزيل الشكر، أتمنى لكم كل التوفيق وشكرا جزيلا.